والو ما كاين حتى شي حل والو ما كاين حتى هو باقي مسيدين كيقول باقي ما جاش الموظف هو خرج عساس دابا ولاو طارقين على العساس كاين الدور ديال الاداره كاين الدور ديال العساس كاين الدور ديال المحامي ديالهم ما عرفناش شنو هو كيقول لك حق الناس كيحرك المواطن الموظف ما جاش الموظف باقي كيدور الموظف هو جا ولاو دايرين له عباد الموظف جا دابا ولا ما جاش الله يرسوك قال السيد راه كاين الموظف حنا كيقول لنا ما كاينش ما عرفناش حنا شنو اش كاين السيد قال لي تا هو ما كاينش ما جيت حتى الخمسة نحاول دق نشوف تاكد لي عافاك انت عندك نفس المشكل انا عندي طور اخويا امتى حجزوا نهار الحد نهار الحد واخا ما خديتيش واخا ما خديتوش جيت البارح واليوم قال لك دابا التعليمات جايه من الفوق حتى شي واحد ما يخرج موطور حتى شي واحد ما يخرج طوموبيله ما فهمناش هاد الناس ما عرفتش هاد القانون اللي مطبقين علينا والله ما فهمتش وحنا حنا لحد الان ما عارفين شنو هو المشكل اخويا واخا عزيز قبل ما ترجع حليتوا المشكله حليتوا حنا نشوفوا باقي اتصل بينا كنظن السيد الكاتب العام ديال الجامعه اييه وكيعتذر وقال لك حنا غادي ناخذوا حقكم من هذا الموظف اللي دار هذا رغم انه عنده شي عذر اخر ديال انه مشى يفيرسي الفلوس ولا شنو اييه ولكن ما عذر غير كافي لان هذا الموظف هذا خاصو استفزنا حنا بعدا وما اعتذرش وما جاش قال لك سمحوا لي ولكن هو الموظف فعلا انا غادي ان شاء الله نتصرفوا مع تصرف اخر المهم متنازلين ضروري خاصك من طبيعه الحال الا كان من طبيعه الا كان هو موظف وجا عندنا ودار لنا داك الاستفزاز بهذيك الطريقه راه خاصو يتعاقب انا بزاف عليه باش يكون موظف هذاك كيأدي الواجب المهني وكيقضي المصالح ديال الناس باش يجي حنا يدخل معنا في هذيك الهضره ويستفز الاخوان ويقول لهم جريو طواركم ولا شنو هو دار رجل فوق رجل وشاد التليفون حنا ما كنصحابوش هو الموظف كنصحابوه مصيفطونه باش يحل المشكل زعما هو دار مشكل كبار ولكن حنا بناء على اتصال ديال السيد الكاتب العام حنا غادي ان شاء الله وعدنا راه قدامكم وعدنا بانه غادي الاداره غتاخذ حقه وحنا غادي نتابعوا نشوفوا واش كيجي باقي خدام وشنو كيدير وغادي نتابعوا عن كتاب ان شاء الله غنديروا رساله للسيد رئيس الجامعه الا بغى يجاوبنا عليها والسيد العامل باش يعطينا اشنو دار مع هذا الموضوع شكرا على التدخل ديالك